أشار وزير الزراعة إلى أهمية إدراج المبادرات الجديدة للقطن المصري مع مبادرة حياة كريمة، وذلك لخدمة المزارعين وزيادة الإنتاجية. وخلال زيارته لمعهد بحوث القطن، وجه الوزير بأهمية توفير التقاوي الجيدة لجميع المساحات المقرر زراعتها في الموسم الجديد، وذلك قبل بداية موعد الزراعة بوقت كافٍ. كما أشاد الوزير بجهود الباحثين بالمعهد وبجودة الأصناف المصرية، وطالب بالتواصل مع القطاع الخاص لحل المشكلات وكذلك تسويق الأقطان. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب للجلسة الثالثة على التوالي، وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات بنحو 4 مليارات و100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 722 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 3% ليغلق عند مستوى 11430 نقاط. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بما نسبته 96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة. هذا وقد هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 81% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 15 جنيها و66 قرشا للشراء و15 جنيها و75 قرشا للبيع، وسجل اليورو 17 جنيها و70 قرشا للشراء و17 جنيها و82 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 21 جنيه و15 قرش للشراء و21 جنيه و29 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و26 قرشا للشراء و4 جنيهات و29 قرشا للبيع. وبالنسبة للريال السعودي، فقد وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و17 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرشا للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1855 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي، فسجل الذهب عيار 18695 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 811 جنيه، وذلك في حين سجل عيار 24 ما قيمته 927 جنيه. وأخيرا الجنيه الذهب والذي وصلت قيمته إلى 6488 جنيه. إلى أسواق البترول العالمية، وفيها تقلبت أسعار النفط بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من أن يؤدي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا إلى عقوبات أمريكية وأوروبية، من شأنها أن تعطل الصادرات من أحد أكبر المنتجين في العالم. أما على صعيد التداولات، فتراجع خام برنت دولارا أو ما يعادل 0.4% ليصل إلى 93 دولار و44 سنتا للبرميل. في المقابل، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا واحدا أو ما يعادل 0.1% إلى 93 دولار و11 سنتا للبرميل. أعلن بنك جي بي مورغان أنه من المرجح أن يؤدي النقص الحاد في إنتاج مجموعة أوبك بلس والمخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة إلى استمرار في شح الإمدادات بسوق النفط العالمي، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع مجددا إلى 125 دولار للبرميل، وذلك في الربع الثاني من العام. أضاف البنك في مذكرة أنه من المنتظر أن يرتفع عجز المعروض في 2022، حيث من المستبعد عدول أوبك بلس عن زيادات الحصص المستهدفة، مما سيؤدي إلى زيادة علاوة المخاطر بأكثر من 30 دولار للبرميل فوق أسعار النفط. في أسواق المال الخليجية، اختتمت معظم أسواق الأسهم التعاملات على ارتفاع مع صعود أسعار النفط، مدعومة بتحذيرات من أن روسيا قد تهاجم أوكرانيا في أي وقت، غير أن سوق دبي تراجعت وسط خسائر في القطاعين العقاري والصناعي. أما في أبوظبي، فحول المؤشر اتجاهه ليرتفع بواحد واثنين من عشرة في المئة ويسجل مستوى قياسي، بينما خلف مؤشر دبي الاتجاه لينخفض 0.3%. وزاد المؤشر السعودي 1.5% ليسجل أفضل أداء له في نحو شهرين. كما زاد المؤشر في الكويت بنسبة 0.6%، بينما هبط المؤشر بالبحرين بنسبة 1%.
في أسواق المال الآسيوي هبط مؤشر نيكل القياسي الياباني إلى أدنى مستوياته منذ 3 أسابيع مدفوع بتراجع أسهم التكنولوجيا، وذلك بفعل مخاوف المستثمرين بشأن التوترات المتنامية والمحيطة بأوكرانيا وتنامي مخاطر التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد خسر المؤشر 2.23% ليسجل أكبر هبوط يومي بالنسبة المئوية منذ 27 يناير، ومتراجعا بأقل من مستوى 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 31 يناير. تراجعت الأسواق الرئيسية في أوروبا إلى أدنى مستوياتها في 20 يوما مع تصاعد المخاوف بشأن الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا، وهبط مؤشر داكس القياسي في فرانكفورت بنسبة 3.4%، كما خسر مؤشر كاك الفرنسي 3.2%. وخارج منطقة اليورو انخفض المؤشر فاينانشال تايمز في لندن بنسبة 2.2%. وصلنا معكم لنهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال. مشاهدينا الكرام، أعود لاستكمال ما تبقى مع سحر وفطيمة. شكرا لك مصطفى.